مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم نسولوا الناس. طاقم قناة شوف تي في نزل الشارع المغربي وسولنا المغاربة على رأيهم في ردة الفعل اللي قام بها رئيس الحكومة تجاه فاجعة تالودانت، بحيث اكتفى بكتابة تدوينة على صفحته الرئيسية بالفيسبوك. خليكم معنا نشوفوا آراء المواطنين المغاربة. كل واحد وكيفاش كيف يفكر بهذيك الطريقة. بالنسبة لنا حنايا اللي خاصة تكون واللي خاصة تدار وهي كل شيء يتحرك كيف ما تحركنا حنايا، وراه وقفنا في الخدمة وقفنا كل شيء وكنشوفوا وكنقولوا اشنو اللي كان خاصو يدار قبل ما توقع هاد الحادثة هذه. وهذوك الناس اللي كانوا واقفين تما، واش ما كانش واحد توعية دار لهم قبل؟ واش هذاك الشباب ملي تتشوف الشباب هو اللي كان ضحية في وسط التيران، واش هما ما عارفينش بان يعني قبل ما يوصل لهذاك هذيك الكارثه كلها ما كانش شي توعيه اللي كانت خاصه الدار قبل؟ ماشي منطقي يهضر عليها اييه، ولكن حتى واحد لاكسيون تنتظروها ديما الدار سيغ بلاس وسيغ لو شون، ويكتبوا اشنو اللي هي لاكسيون اللي دارت، يعني شنو هو العمل اللي دارت سيغ بلاس باش تا هذوك الناس اللي وقعت لهم هاد الحادثه هذه باش يعرفوا تا هما بان راه كاينين، راه الحكومه معانا والحكومه راه حست بهذا الشيء اللي وقع وراه غادي دير واحد الاجراءات اللي خاصهم يداروا باش ما تعاودش توقع. الناس ملي وصلوا لهذيك الحاله، هذيك الحاله اللي تتشوف تمايا باش الناس ما يلقاو فين يديروا التيران ديال الكره الا حدا الواد، اللي هو واخا قالوا هما راه ما كناش عارفين بان ما كناش كنتظروا بان غيدير وغادي يفعلوا هذا، ولكن شوف دابا فين وصلوا هما باش يديروا التيران حدا الواد، ما لقاوش، ما عندناش كاع تيرانات، ما عندناش اش نديروا، شحال من بروجي خرجات على الملاعب القرب وهذا، وهذيك المنطقه ضروري من بعد هذه الحادثه هذه نقدروا نقولوا راه هذا العام غادي يدار لهم واحد التيران تما ويدار شويه بعيده على هذا، ولكن لو كان ما وقعتش ما غاديش، غادي تبقى هكاك وغادي يبقاو لاعبين حدا الواد. صراحه رد الفعل جاني بحال شويه سخيف بهذا المعنى هذا، وصراحه والمؤسف ان هاد سميت واحد مول حانوت قبالتي من الناس اللي مساكن اللي مشاو في هذه الحادثه هذه ديال تالودانت، وكانت عنده حانوت قدامنا مسكين وكنتعاملوا معاه وبقى فيا بصح ما نكذبش عليك مرضني، وهذا رد الفعل كما قلتي ما عجبناش، ماشي هكا خصو يكون، خص تكون شي حاجه اكثر، ونتمنى ان شاء الله من الله خير. وهذا الشيء اللي نقول خص الفعل خصو يمشي برجليه بهذا الاسلوب هذا برجليه، وهو يطالع ويشوف شنو الاسباب، لان ممكن هذا الشيء يتكرر، ممكن يتكرر عده مرات ماشي غير مره. ويا اختي الله يدير شي تاوي الخير، الله يبقى فينا الحال بزاف صراحه. وفي العيد مشى غيمشي، عرفتي سواسه الاغلبيه ديال الناس هنا التجار ديال سميتو، مشى على اساس مسكين يدوز العيد، واصلا هو ما تيفوتش سيمانه. حيت هو جاري قلت لك راه اون فاس ديالي. مسكين ملي سولت قالوا لي ودي راه هو من الناس اللي مشاو في هذه الفاجعه ديال تالودانت. بقى فينا يا اختي بقى فينا الحال بزاف، ماشي على هذا السيد ولا على هاد الناس كاع اللي كانوا ضحايا ديال هاد سميتو، ونتمناو ما يتكرروش بحال هاد المسائل هادي. خابي سميتو ممكن تفادوا هاد الشيء، علاش واد ونديروا فيه ملعب؟ فين هما المسؤولين؟ علاش واد نديروا فيه ملعب؟ علاش عارفين واحد النهار غيحمل الواد؟ هادي راه باينه، واخا ما حملش 40 عام كما تيقولوا، 40 عام ما عمره ما وقع حتى حاجه، ولكن راه تيبقى واد. انا اللي كما تيقول المثل اللي كيتامل الواد راه بحال تامل واحد هبيل بحال هكاك. تعاملت معاه يا اختي بزاف، والتعامل ديالو مزيان طيب بزاف هذاك السيد، وحق الله انا لله وانا اليه راجعون. اش غادي نقول ما اختي، ما نتمنوا يكون شي تغيير، نتمنوا ان شاء الله يكون هاد المسؤولين يردوا البال وشوفوا هاد المواطنين مساكن، ويديروا شويه ديال كما تيقولوا يتحركوا. احنا هما كنطمئنوا تنقولوا عندنا حكومه الحمد لله مسؤولين غادي يقوموا بسميتو المسائل ديالنا، ولكن اختي ملي كتشوفي بحال هكذا اذا شنو ما كتلقاي ما تقولي، والله يجعل الصدر والله يحد الباس كما تيقول، الله يحد الباس. العثماني الله يجازيه بخير، مادام هو اهتم بهذا الامر هذا وكتب، يعني راه طاه اهتمام، راه عرف وشغلوا المشكل وكتب عليه
هو كان باش غادي يزكي هاد العمد الكتابة كان يمشي يحضر يعني هو شخصيا، وكانت الأمور تكون أحسن. حنا هذا هو اللي خصو يكون نورمالمون، اللي خصو يكون. لكن تقدر تكون منعاته حاجة، أنا كمواطنة أنا نكون في بلاصتو، أي فاجعة وقعت في المغرب للناس الكبار ولا الصغار ولا اللي عندهم ولا اللي ما عندهمش، خصني نحضر ونوقف ونشوف ونصلح. يعني أنا مواطنة مغربية وأنت مواطن مغربي، حنا خصنا نكونوا مثلا اللي ضرتك ضرتني واللي ضرتني ضرتك، حنا أحباب وخوت بلاد وحدة وكل شيء واحد، خصنا نكونوا مجموعين في حاجة وحدة، نتضامنوا كما كيقول تضامن. لكن مادام ما مشاش وما حضرش كاينه ظروف، كاينه ظروف ديالو الشخصيه اللي منعاته، ماشي حنا غنقولوا مثلا لا يمكن داروا هذا وفعلوا ترك لا نقص من الناس، لا ما غيكونش نقص من الناس، عنده ظروف وشخصيه اما صحيه اما العمل اما اللي منعاته. هادشي اللي وقع في تارودانت يمكن اقل شيء يمكن نقولوا عنه انه كارثي، يمكن نقول لك الاقدار الالهيه كاينه. احنا كنامنوا بالقدر خيري وشري، ولكن فاش كتشوف عباد الله ناس في تارودانت يعني عندهم تيران مقربه من الواد، واش عباد الله فينا هما الناس، فيما هما فينا هما الناس، الوزاره فينا هما المسؤولين، مالك ما تمشي تشوف الناس عباد الله، هذه اقل حاجه تمشي غير تبردهم وتبرد لذاك الشيء اللي وقع لهم. فهاد الشيء كارثي، اول حاجه بغيت نهضر عليها في هاد الشيء اللي وقع، هاد الشيء الاقدار كاينه، ولكن هذا الشيء اللي وقع راه كيتحمل مسؤوليته بشكل كبير العثماني والوزاره كاملين. كيكتب تدوينه بحال بغى يقول للشعب ويقول لنا كاملين موتوا ببطء بشويه. هذا الشيء اللي بغى يقول لنا العثماني، كيف ما قال لنا جالس دار الساعه، قلنا الله يسامح دار شحال من حاجه اختي، دار الله يسامح. وهذا الشيء اللي وقع ديال الفيضان راه هو اللي كيتحمل مسؤوليته. خصو يكون هو باسمه هو كرئيس حكومه، خصو يكون من الناس السباقين، يكونوا من الناس السباقين لهذيك الكارثه. علاش؟ لان شوف يا بنتي اي دوله كتكون حتى ميم الدوله ديالنا كتكون عندها واحد الميزانيه خاصه للكوارث الطبيعيه، ياك؟ لهذا كيخص على المسؤولين ديال الحكومه. حنا سيدنا الله ينصره دائما هو كيكون من الناس السباقين، ولكن بما ان هذاك السيد العثماني ملي توصل بهذا الخبر خص يكون هو من الناس الاولين، الله يجعله من اهل الجنه مساكن. علاش؟ لان ما كاينش بنيه تحتيه، مدرسه انا شفت هنايا مدرسه تقريبا ما يزيد على 20 واحد، الحيط نهار وكان ديك القوه تاع الماء باش غادي كل شيء جرفاتو المياه. الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم، لان عيب بما اننا احنا كدوله مسلمه كيخص هاد الناس المنكوبين اللي تبقى شي كارثه طبيعيه، كيخص رجال الامن ولا رجال الجمارك ولا الوقايه المدنيه خصو يكونوا الناس سباقين باش يعتقوا اللي ينقذوا ما يمكنوا انقاذه. جا اللجنه المنظمه خطا كبيره ملعب في الواد، اي شوفوا شي مكان اخر يضرب في الملعب، الواد واخا غيب 200 عام على بلاصتو غير نوض ليها. الرعده اللي دازا البارح كنت انا في مراكش سمعتها، قلت للوايده شي حاجه ضربه في سوس، كان نضع عائلات الشهداء كامل، حنا نفسيا هذاك الملعب لعبت فيه العام اللي فات جوج مباريات، مازال الحزن فيا من البارح، ما قديتش مازال نشوف الفيديوهات كامل، شفتهم صيفطهم لي الدراري من تما، واخا خويا يونس اللي كنعرف مشى بزاف ما نقدرش نكمل لي يونس، ومن عائلة الضحية كان وفيهم كاملين، غتكون عنده بين 23 عام 24 عام، فثالث عام هادي كيلعب في ديك التورنوا، ملعب 30 سنة هادي عمر ما ناض، ويني الواد واخا يغيب في بلاصتو حتى 200 سنة غينوض غيرجع ليها، حشومة عليك تبنيها في الفيسبوك خصو يمشي هو براسو يحضر. كما قال في ديالي جوكا قال لي عزيت عائله ما عزا والو، شفنا كل شيء بعينينا، وكنوجه لهم هذه الرساله من مدينه توريكا من مراكش كامل خوتي الشهداء تما الاصدقاء ديالي. والله يهديه هذاك راه من شحال من اخطاء وقعوا، شحال بزاف ديال الحوايج وقعوا سبيان دوماج، ما ايوا خصو يمشي يلتحق بهذوك الناس وشوف الاضرار اللي وقعات هما الاولين، ما فاهم ما يتلبق، ما فهمت قال كاع. الصورة راهي واضحة والأمور راهي واضحة،
خصو شويه المعقول والشفافيه تكون باش هاد البلاد تزيد لقدام. الا بقينا بنفس هاد الشيء اللي كيدار ما غاديش نوصلوا لتا شي نتيجه. سيدنا راه هو راه كيدير المجهود ديالو فوق من المجهود ديالو، ولكن الناس الوزراء الناس اللي شادين الحكومه خصهم حتى هما يكونوا في المستوى. راه من العيب والعار. انا الا كتبت تدوينه في فيسبوك راه جات معايا كمواطن وطفل، فهمتي؟ اما كرئيس حكومه راه حشومه تناهم، ولكن اكون تفاجئ حتى هي نتاع هذوك الناس اللي طاح عليهم هذاك الجبل حتى هما راه حشومه هذا الشيء هذا تيوقع. بالنسبه للناس تاع تالودانت كنتوجه لهم، انا بعد مدينة وجدة كنتوجه لهم باحر التعازي وكنقول لهم الله يعظم لاجر والله يصبر الاسر ديالهم، وكنوجه رساله لسعد الدين العثماني الناس بحال هادو نورمالمون خص يكون زياره لهاد المنطقه يشوف بعدا المتطلبات ديالهم الحاجيات ديالهم، لان كيف ما عرفتوا المناطق النائيه واللي بعد غالبا المسؤولين ما كيوصلوا لهمش تماك، يعني كيكون غير تعليقات او يعني تصاريح رسميه من عند رئيس الحكومه. بارابور للدول المتقدمه كتلقى المسؤولين يمشيو يجريو لديك البلاصه باش يشوفوا شنو كاين شنو خاص الحاجيات تاع دوك الناس، وبالتالي يعني باش يجي رئيس حكومه ويوجه عبر عن تدوينه فيعني ما جايات. كما نقولوا حنايا هاد حتى الحكومه ملي كيكون عندها مشاريع اقتصاديه او يعني المشاريع بالنسبه لهاد الفئات الهشه يعني كتكون كما نقولوا الضغط على الحكومه، الحكومه هي اللي كتحمل المسؤوليه تاع هاد الضحايا لا هيبه ولا اي، لان حتى هيبه ملي كنجيو نشوفوا الله يرحمها كنشوفوا ان المسؤولين ما داروش يعني الاطفاء، اصحاب الاطفاء ما داروش المهمات ما قاموش بالواجب ديالهم، وبالتالي كنوجه رساله للرئيس الحكومه انه يشوف لهاد الناس يهبط للشارع، لان الا بقينا غير نهضروا هكا الخدمه خصنا نهود للشارع. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، كيف ما شفتوا معنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم نسولوا الناس. اغلب اراء المواطنين اللي سولناهم استنكروا رده فعل رئيس الحكومه سعد الدين العثماني واللي اكتفى انه يكتب تدوينه على الفيسبوك في فاجعه تالودانت وحملوه المسؤوليه لذاك الشيء اللي وقع لهذوك الناس في منطقه تالودانت، وطالبوا منه على انه خاصو يمشي لعين المكان ويتفقد احوالهم. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه مقبله من برنامجكم نسولوا الناس، وانا لله وانا اليه راجعون.